مساء الخير، أنا اسمي عبد الرحمن صبح. أنا المسؤول عن توثيق حفلة الوعد وكل الأنشطة اللي إحنا مارسناها في الفترة اللي فاتت. السنة دي وإحنا بنفكر في فكرة الفيلم قلنا عايزين نعمل حاجة جديدة. أول حاجة جت في دماغنا إن إحنا نبتدي نسأل الأولاد إيه هي الكشافة بالنسبة لك، أو أنت بتتعلم إيه في الكشافة. إجابات الأولاد كانت مختلفة، وعلى حسب إجاباتهم بدينا نربط الأنشطة اللي إحنا مارسناها الفترة اللي فاتت مع الكلام اللي هم قالوه. إن شاء الله الفيلم يعجبكم. الكشافة بتعرفني على أصحاب جديدة. الكشافة بتعرفني على أصحاب جداد. الكشافة بتعرفني على أصحاب جداد. الكشافة بتخليني أمارس حاجات مش بمارسها في مكان تاني. الكشافة علمتني إزاي أساعد اللي حواليا. الكشافة علمتني إزاي أساعد اللي حواليا. الكشافة بتخليني أمارس نشاطات مش بمارسها في أي حتة تانية. الكشافة بتساعدني أبني بلد. الكشافة بتعلمني إزاي أساعد اللي حواليا. الكشافة بتساعدني أبني بلد. حالفين لنمحي المستحيل، ما هو يا الأمل يا مفيش بديل، لو مهما قالوا للطويل ما
مفيش في وقت الجد نوم خلي بكرة أحلى وقوم بإيديك هتضحك ده الغيوم خلي بكرة أحلى وقوم دي الشمس بتطلع كل يوم قادرين نخلي الضلمة نور ونعدي من فوق أعلى سور كل التروس لازم تدور مفيش في وقت الجد نوم خلي بكرة أحلى وقوم بإيديك هتضحك ده الغيوم خلي بكرة أحلى وقوم دي الشمس بتطلع كل يوم خلي بكرة أحلى وقوم بإيديك هتضحك ده الغيوم خلي بكرة أحلى وقوم دي الشمس بتطلع كل يوم من النهاردة مفيش سكات وبكرة أحلى من اللي فات بالنسبة لي في الكشافة اني بطلع معسكرات وبتعلم حاجات جديدة الكشافة بالنسبة لي معسكرات وبتعلم حاجات جديدة الكشافة علمتني ازاي اعتمد على نفسي الكشافة بتعلمني مهارات جديدة الكشافة علمتني ان اعتمد على نفسي فتح شبابيك عينيك حلمك بقى بين ايديك فتح شبابيك عينيك مش عيب انك تكون انسان باي لون مش عيب انك تكون انسان باي لون العيب انك تكون للغير مدد ايديك ربك يعينك ما تقوم يا صاحبي فينك ابدأ ربك يعينك يرويك عرق جبينك تاكل من خير ايديك تاكل من خير ايديك ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد والايد تشد حلمك يجري عليك حلمك يجري عليك ولا مين أهلي وأهلك لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك من عاش لنفسه يهلك بلدك محتاجة ليك بلدك محتاجة ليك حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك ولا غيرك يبقى سيدك وتزيد القوة فيك وتزيد القوة فيك أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا
نحن نستعد للاحتفال بمرور 10 سنوات على انشاء كشافة المرشدات نادي سبورتنج اسكندريه نادي النطرون